هلا علي، صباح الخير. ها نحن في هذا المكان وها هي الحرارة، ماذا نعمل وما هو الحمد لله رب العالمين، يعني العمل ماشي تمام. ايوه، وكان الخط السفلي قبل من هناك جرينا تعديل من هنا، يعني طلعت الفكرة ممتازة. طبعا الفكرة كانت فكرة الفنان محمد عبده والمهندس نجي، لما انا اضفت لمسات فنية ونفذها المهندس معتقد. ما شاء الله ما شاء الله، والحمد لله طلعت فوق المعلوم، فوق المعلوم. روعة والله، لأنه كان في معانا هناك بشكل حرف اس، هناك هو أول من عطف بعده من عطف بشكل حرف اس. والآن؟ الآن لا خلاص طلع مستطيل. أيوة مفتوح، يعني عطف مفتوح مريح جدا، انسيابية تامة. العبارة مكان ضيق هنا. أيوة نعم، الآن صار مكان العبارة ضيق هذا المكان. منطقة صخرية. ثلاث أربع عبارات هنا. واحدة حبة واحدة. أخي علي، هل من كلمة تضيفها الآن؟ ها؟ هل من كلمة تضيفها؟ هل من كلام معك تكمل؟ والله كلمة وجه للداعمين. نعم. الناس هنا، يعني أنا والله انبهرت، الناس يعني فرحين للخط يعني ومشتاقين له. والله من فمك يعني من الفرح. قلت له سألت أحد الموظفين، قلت ليش يعني ليش يشتري الفرحة هذه؟ قال يا اخي انت ما تعرف لما السيل تكون من الماء تنقطع، احنا حتى عندنا سيارات اصحاب مصاب اللي بيوصلوا، يعني كل واحد منهم مريض، بنته مريضه، المرض ما يكلفش 10,000 ريال، لكن حق السيارات تطلع تكلفه باهظه. يعني بيدعوا، والله بيدعوا للداعمين وللمنفذين وللقايمين وللمن عاشروا، فنشد على اياديهم ونقول يعني بارك الله فيك. يكفي يكفي المشروع. جزاك الله خير اخي علي، وان شاء الله الى الامام ابناء وصاب ما يقصروا ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. سلام الله عليكم. يا رب يا كريم. هذه البلاد طبعا في فقر لا يحلى، يعني نقول الله يكون بعونهم. هم عليهم ان يقولوا بارك الله لابناء وصاب لمن ساهم في هذا المشروع الخيري الذي يخدم عامه الناس في هذه البلاد، وفي الجمعه بني ساوي ظهر السداد نوبه علي حيا وصاب العالي كله وصاب عتمه كله. هذا خطا دوليا قريبا ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، شكرا للمهندس محمد عبده على هذا التعديل الشيق والطيب، والله فكرة ممتازة. وإلى الأمام يا أبناء وصاب، يا تجار وصاب، يا مهندسي وصاب كله، شكرا للقائمين والباذلين والمساهمين والمسددين. المهندس معتصم، وهنا شعب راشد، أهو ها هو شعب راشد موجود، هذا الجامع الكل يعرف شعب راشد. معتصم ما تعمل الآن؟ ماذا تعملون الآن؟ للحين يتم رفع مساحي لهذه المنطقة. رفع مساحي؟ أيوه. ومن ثم يعني يقوم بإجراء بعض التعديلات البسيطة علشان تخفيف الميول بس. معلوم. ومن ثم اسقاط السناتر والحراره تجي تشتغل على نفتح عمل الحراره. ايوه. علشان تشتغل، يعني العمل وقف الى هنا ينتهي، بعدين نفتح عمل الحراره من هذه المنطقه. هذا اسم المكان ايش؟ هذه منطقه شعب راشد. شعب راشد. معروف عند الناس كلها، معروف. ايوه معروف. بارك الله في جهدك وفي عملك وشكرا لك. السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ علي صلاح. علي الجبوبي. علي الجبوبي، نعم علي الجبوبي، نعم. الان نحن في هذا المكان يبان في قطع صخري، نعم. صح؟ نعم. كيف المنطقه هذه؟ يعني هي هذا اللي عندنا في المنطقه. ايوه. فيها قطع صخري قوي شويه. ان شاء الله اذا خرجنا من ناحيه في معنا يمكن شويه هنا قطع صخري، يعني ايضا هو اللي معرقلنا، ولا هي المسافه المتبقيه للجسم يمكن 4 كيلو هكذا. 4 كيلو. ايوه الى 3.5. طيب كم قطع صخري؟ حوالي كم كيلو؟ نص كيلو؟ يعني قرابة الكيلو او اقل شوية. قطع صخري. ايوه يمكن اقل من الكيلو. ان شاء الله على خير. ان شاء الله ان شاء الله، هذه بنطلق ان شاء الله. خلصنا من القطع الصخري. هو حتى بعضها يحتاج كومبريشن وما عندناش كومبريشن، لذلك الدقيق يطول فيه. صحيح كومبريشن والله. ايوه. طيب ما رايك نجيب كومبريشن ولا يكفي هذا؟ والله هم وعدونا انهم بيجون، لانه المنطقة القادمة اصعب من هذا. اللي بالشعب هناك؟ بعد الشعب. بعد الشعب. بعد الشعب انا، ايوه.
أصعب من هذا المكان؟ وراني أصعب من هذا، تحتاج لكم بريش، فعلاً يعني صعب. إذن الأخوة المشاهدون، ها هو نحن والأخ المهندس الكبير يشيد إنه ويقول إنه فيه هنا قطع صخري ومتعب، لابد من جهد أكبر وتعاون أكثر لإنجاح المشروع الخيري، بارك الله فيك. السلام عليكم. طبعا هذا علي الجبوبي وهنا يتبع الجبوبي أو وهذا اللحم معتصم وهنا هذا اسمه شعبه وهنا شعب راشد العم. إن شاء الله أمور طيبة وعمل جبار والأسود قادم إن شاء الله. الإزفلت هو الأسود والأسود هو الإزفلت. نطالب عامة التجار من محافظة إب وأم حديدة وتعز ليشاركوا أبناء وصاب بهذا المشروع وأن يعملوا لهم بصمة تاريخية للخير. هذا مشروع خيري تبنوا أبناء وصاب العالي، أبناء القائمة، أبناء جبل مطحن قالوا طريق، وإن شاء الله المشروع سينتهي بالأسود وجسر وادي زبيد مستقبلا إن شاء الله سيخدم الناس جميعا ويسعد الناس جميعا ويفرح الناس جميعا. الكل هنا مرحب، الكل فرحان والله. وصف لنا الأخ علي الجبوبي وقال في قابل ناس أمس وأول أمس كان أحدهم يبكي فرحا. والله يا محمد واحد بالأمس أيوه يعني بدي أثر فيني كثير، كان يبكي فرحا. أدو في الثمانينات من عمره وطالع من الوادي حق الرومي هذا حق البهايم. أيوه أيوه وأنا فوق الجهاز هناك هناك وصل له جنبي ما كلمته ولا شيء، بس اللي بيقول الله يحفظكم الله ويحفظ المتبرعين والله والمشاركين ومشى ومشى الله ولا تكلم ولا قال شيء الا هكذا بس. والله انها تعتبر احسن دعوه. والله تاثرت انا قلت هني الا اصحاب وصاب الله والله العظيم، قلت اسال الله انه يلقيهم خير المشروع هذا في الدنيا قبل الاخره يلقوا خيره ويعوضهم الباقي.